السؤال هنا بقى عشان تعرفوا يعني الحته دي بتبقى صعبه شويه في الامتحان، يعني صعب استرجاعها لو الواحد ما فهمش السؤال يعني بس عايزين نطمن الاول المعلومه دخلت وبعدين استرجاعها بقى يبقى ازاي. ممكن تتسال سؤال يقول تحدد قراءات الاحد بناء على ثوابت ومتغيرات، كيف تحددت القراءات وما عددها؟ كويس، تبقى الثوابت معروفه، هتروح راسم الرسم على طول وتقول الاستنتاجات اللي احنا قلناها. او ممكن يقول قراءات الاحد تحددت بناء عن وجود فترات متغيره خلال العام يستخدم فيها قطمارسات اخرى، كيف تحددت وما هذه القطمارسات؟ يقول قطمارس الصوم الكبير، قطمارس الايه؟ البسخة، قطمارس الخمسين. خارج الفترات دي بنستخدم الايه؟ قطمارس الدوار، بيسموها الدوار يعني خاص بالعام كله، في ايام وفي ايه؟ وفي احد. الإجابة هنا نذكر الثوابت والمتغيرات مواعيد وفترات، وبعد ما نحدد المواعيد والفترات هنقول بقى الشهور التي لا بد أن تكون لها قراءات والشهور التي هي خارج الإيه؟ القراءات. كده تبقى واضحة يعني، تبقى 40 قراءة معروفين بالظبط. قاعدة القطمارس الأحادي قاعدة مهمة جدا وطريقة حساب مهمة لابد من إن احنا ناخد بالنا منها كويس. يقولوا كان في راجل بسيط كده، تعرفين في القرى يعني يبقى في عيلة كده ولا حاجة واحد منها فاضي، فيبقى هو مفتي البلد يعني، أو يعني اللي يفتي العيد إمتى الصوم إمتى يعرفهم يعني. فلما يبتدي الصوم كان يحط في جيبه عدد حبات فول بعدد الأيام عشان لما حد يسأله يروح مطلع إيه العدد ويعد يقول لهم فاضل كذا. الناس بصت على قدهم يعني ولا بشكل كده قال بس أنا إيه هتوهم، جاب حفان فول وراح ايه حطه في جيبه، طلع واحد وراح سأل هو اللي حط، راح سأل فاضل كام يوم، راح مطلع بقى عد معايا عد دخلوا في المية، بقى الحكاية ايه بس ملهاش آخر يعني. قال لهم الصوم السنة دي ملوش آخر. فين الأولاد في فترة المراهقة دول بيبقوا شوية في فترة إعدادي وثانوي، حتى في الكنايس يطلقوا على الكبار أسماء يعني أسماء حركية، يقولوا الأولاد مع بعض والبنات مع بعض وكده وشوية شوية يعني. أتذكر عندنا في الكنيسة أنا بحب أوي السن ده أقعد معاهم وأتكلم معاهم وكده، بالصدفة سمعتهم مسميين واحد من مجلس الكنيسة عبد الأبيض. هو راجل يعني كده تقيل في روحه شوية كده فسموه كده، واتنين كانوا يمشوا مع بعض على طول سموهم بوجي وطنطن. أنا بقول برضه الشوقية موجودين لغاية دلوقتي يعني. نشوف بعض القواعد عامة في حساب قراءات الكنيسة، ندخل بعض القراءات اللي احنا أخذنا نماذج منها
نشوف الحسابات الخاصة بالقراءات. عندنا كم قاعدة؟ قاعدة بنسميها قاعدة عيد النيروز. لو جه النيروز يوم أحد فيبقى الأحد الأولاني إيه؟ قراءة عيد النيروز. فتمشي قراءات الأحد إزاي؟ بنشوفها دلوقتي. وحكاية 29 في الشهر الأبد قراءته بتتحدد إزاي؟ فكرة الأحد الخامس وقاعدة البرمجة. شوف قاعدة عيد النيروز. لو جه عيد النيروز يوم أحد يبقى واحد توت يوم إيه؟ يوم حد. يبقى قرينا قراءة عيد النيروز يوم الإيه؟ يوم الأحد. في الأحد الأول. طب يبقى الأحد الأول نقرأ قراءته إمتى؟ الأحد الثاني، مش كده؟ يبقى نقرأ قراءة الأحد الأول في الإيه؟ في الأحد الثاني. ونقرأ قراءة الأحد الثاني في الإيه؟ في الأحد الثالث. مظبوط؟ ماشية؟ وقراءة الأحد الثالث في الأحد الإيه؟ الرابع. ونقرأ قراءة الأحد الرابع في الأحد الإيه؟ الخامس. ليه بقى؟ لأن الأحد الخامس ممكن إيه؟ يتكرر. هنا بقى في قاعدة مهمة لازم نحفظها كويس بقى، إن القراءة اللي تتكرر ما تبقاش مهمة زي القراءة اللي إيه؟ اللي ما تتكررش. نبدل القراءة اللي ما تتكررش على القراءة اللي إيه؟ اللي تتكرر. فاهمين إزاي؟ ولذلك بنفضل قراءة الأحد الرابع من كيان مقاس من توت على قراءة إيه؟ الأحد الخامس. لو يوم الحد يوم واحد توت يبقى الأحد تمشي إزاي بقى؟ واحد، ثمانية، 15، 22، 29. 29 في الشهر القبطي له أهمية، لكن قراءته ممكن ناخد قراءة 29 برهان ممكن تتكرر. هي قراءة عيد البشارة. لكن نفضل عليها قراءة الإيه؟ الأحد الرابع. واضح؟ لو جه عيد النيروز يوم أحد هنقرأ قراءات عيد النيروز يوم الأحد الأول، يبقى ده الأحد الأول. طب قراءة الأحد الأول اللي ما تقرأتش دي نقراها إيه؟ الأحد الثاني. هنرحب بقى الأربع أحد اللي ما تقروش في الأحد الإيه؟ الأربعة الباقية من توت. نقرأ قراءة الأحد الأول في الأحد الثاني، وقراءة الأحد الثاني في الأحد الثالث، والأحد الثالث الأحد الرابع، والأحد الرابع في الإيه؟ في الأحد الخامس. واضح؟ نعم. لو جه عيد النيروز يوم سبت لا القاعدة دي لو جه عيد النيروز يوم أحد ساعتها 30 بتقول هنقرا الأحد الخامس؟ الأحد الخامس اللي هو بتاع البركة. القاعدة الثانية شوف القاعدة بقى مهمة أوي. ما لا يتكرر من قراءات له أولوية عن اللي إيه؟ عن اللي بيتكرر. قراءة 29 برهات ممكن تتكرر، لكن قراءة عيد النيروز ما بتتكررش، مش كده؟ ففضلنا عيد النيروز على إيه؟ على قراءة 29 برهات. بس اتقرأ في الأول بدل الإيه؟ في الأحد الخامس. هذه تسمى قاعدة عيد الإيه؟ النيروز.
في حالة ما يجي يوم أحد. القاعدة الثانية بقى قاعدة 29 في الشهر الأبت. لو جه 29 في الشهر الأبت يوم أحد، طبعا كل يوم 29 في الشهر الأبت سواء جه حد ولا مش حد بنصلي فرايح، مفيش صوم انقطاع ما عدا شهري ايه؟ طب وامشي. ليه؟ لان بيبقى المسيح تجسد مش كده 29 كيان كعدة، و 29 برمهان دي البشارة، طوبة وامشير بين الاثنين، فلم حصل فيه بشارة ولا فيه ايه؟ ولا فيه يعني مش فترة الحبل المقدس يعني. فعشان كده بيبقوا إشارة للأنبياء، الناموس والأنبياء، فما نحتفلش فيهم بإيه؟ بتذكار 29 في الشهر الأبت، ما يتصلاش برايح دي ولا حاجة. ليه بقى بنحتفل ب 29 في الشهر الأبت؟ لأن 29 برمهان البشارة لميلاد السيد المسيح، و 29 كياك ده ايه؟ عيد الميلاد، و 29 برمهات عيد القيامة. يعني لما يجي في أصغر ايه؟ فترة، يعني بدري قوي يعني. فيبقى 29 متكررة في البشارة والميلاد والايه؟ والقيامة. عشان كده أصبح 29 في الشهر الإبتي نحتفل بالتلات إيه؟ أعياد تذكرهم يعني. فإذا أتى يوم أحد تقرأ قراءات 29 برهان، ولو جه 29 في أي شهر إبتي أي يوم غير الحد له إيه؟ القراءة بتاعته، له الاستلاف بتاعه، ما نجيبش 29 برهان. كان يوم 8/12/2004 غالبا برضو السنة دي 8/12 هيوافق يوم 4. مش يوم 5، يوم الحد. 2/6/3/7 الأربعة إيه؟ 8. ده هيوافق 29 في الشهر الجاي، هيوافق 29 هاتور. ده بيبقى الطقس بقى صلاة فرايحي، مفيش صوم انقطاعي ولا مطنيات، والقراءات تبقى يوم 29 ايه؟ هاتور، مش 29 برمهان. كل شهر بقى له ايه؟ القراءات بتاعته.